اوكي، صباح الخير يا جماعة. تعالوا نبدأ. هنتكلم النهاردة على deadlock. deadlock is a consequence of concurrency control. يعني ايه the consequence of concurrency control؟ Actually it's a possible consequence. أنا آسف، a possible consequence يعني حاجة ممكن تحصل لما أعمل concurrency control. هي حاجة وحشة، هي حاجة مش كويسة، بس هي ممكن تحصل لما أعمل concurrency control. طب لو ما عملتش concurrency control ممكن deadlock يحصل؟ Never. So deadlock can only happen if I use concurrency control و I use concurrency control بطريقة غلط أو بطريقة pathological such that يؤدي لحاجة اسمها deadlock. طب يعني إيه deadlock؟ deadlock لما يكون في كذا process موجودة في السيستم، أكتر من واحدة، كلهم عايزين يشتغلوا بس مفيش حد قادر يشتغل عشان كلهم مستنيين بعض. لو مثلا for example لو في two processes، ال process الأولى عشان تقدر تعمل شغل محتاجة تستنى process 2، و process 2 عشان تقدر تعمل شغل محتاجة process 1، فالاتنين مستنيين بعض، ومادام الاتنين مستنيين بعض محدش هيشتغل. مادام محدش هيشتغل الحاجة التاني مستنيها مش هتتم. اوكي، it's a classic situation of سيب وانا سيب. انت عارف العيال لما بيلعبوا وكل واحد معاه توي ويقول له سيب والتاني يقول له سيب، سيب وانا سيب، طب سيب انت الاول، طب سيب انت، لا محدش هيسيب حاجه. في الحاله دي ما فيش اي بروسيس من البروسيسز هتشتغل. انا عملت سبول دايجرام، طبعا I'm not an artist باي شكل، it's a ridiculously simple diagram. ثانيه واحده يا شباب، في حد بس على التليفون، هرد واجي لكم. اوكي، فنرجع تاني ان this is a diagram بت explain اللي بيحصل. فتعالوا نشوف الموضوع ده بيشتغل ازاي. let us assume ان resources اللي موجودة عندي هي one circle و one triangle. دي ترابيزة، المفروض ترابيزة بس ما اعرفش ارسمها يعني، وعليها circle و triangle. و P1 ال process الأولاني ده محتاج ال circle وال triangle، محتاج الاتنين عشان يشتغل. يبقى ده needs السيركل والتريانجل الاثنين، وده برضو needs السيركل والتريانجل، the two process two resources. يبقى ال two processes الموجودة عندي P1 و P2 الاثنين محتاجين ال two resources دول. الديدلوك ممكن يحصل امتى؟ خلي بالك ان ال process 1 محتاجة الاثنين دول مع بعض، يعني عشان تعمل شغلها لازم تبقى ماسكة الدايرة والتريانجل في نفس التوقيت. ونفس الحكاية بالنسبة دي ال P2، محتاجة تبقى ماسكة two resources في نفس التوقيت. يعني مش محتاجة ال circle وبعد كده تخلصها وتسيبها وبعد كده تاخد ال triangle، لا، هي محتاجة تكون معاها ال circle وكمان ال triangle في نفس الوقت عشان تعرف تعمل شغلها. ال deadlock ممكن يحصل امتى؟ ممكن يحصل لو process 1 دي مسكت ال circle، بقى ال circle مع process 1، و process 2 مسكت التريانجل، بقيت تريانجل مع ايه؟ بروسيس 2. بس عشان بروسيس 1 تعرف تشتغل هي محتاجه مين؟ التريانجل. هل التريانجل فري ولا مش فري؟ مش فري لان البروسيس الثانيه خدته، ف awesome. هتخش ويتنج، هتخش في الويتنج ستيت، بلوكت ستيت، صح؟ تخش في البلوكت ستيت، يعني لما تيجي تطلبها هتلاقي نوت افيلبل فتدخل في البلوكت ستيت بالسيمافور او بيزي ويت، بس انا افضل البلوكت ستيت عشان هشرحها احسن. يبقى ده هيدخل البلوك ستيت. طيب البي 2 دلوقتي برضو عايزه الدايره عشان تشتغل، هل افيلبل؟ لا برضو، فدي برضو هتخش البلوك ستيت. اوسم. وما دام الاثنين موجودين في البلوك ستيت يبقى ما حدش هيعمل بروجرس، ما حدش هيمشي لقدام. ما دام ما حدش هيمشي لقدام ما حدش هيعمل فري للريسورس اللي ماسكها. انت عارف لو كانت في الرننج ستيت كانت بعد شويه خلصت من السيركل وسابتها، لكن دي في البلوك ودي في البلوك، يعني ما حدش هيعمل اي بروجرس، مفيش اي تقدم لقدام هيحصل. ما دام مفيش اي تقدم لقدام لا يحصل، محدش هيسيب البروسيس اللي معاه، فكل البروسيس دي هتفضل قاعده بلوكت فور ايفر. ودي الفكره بتاعت ده. اوكي،
This is the basic idea of deadlock. تعال نفهم مع بعض ال basic idea دي جت ليه؟ يعني ايه الاسباب اللي موجوده في السيستم اللي خلت الديدلوك ده ممكن يحصل؟ وبعدين نتكلم مع بعض بعد شويه ازاي بقى انا ممكن امنعها ان هي تحصل تاني، يعني ازاي امنع الديدلوك ده يحصل فور ايفر. طيب what are the necessary conditions for deadlock؟ ايه هي الشروط ال necessary عشان deadlock يحصل؟ يعني ايه الشروط اللي لازم تبقى موجوده في الاوبريتنج سيستم او في السيستم اللي انا بشتغل فيها عشان احتمال ديدلوك يبقى وارد؟ هما اربع شروط مختلفه. اول شرط من الشروط اللي موجود عندي هو no او هو mutual exclusion او mutually exclusive resources. يعني ايه mutually exclusive resources من الانجليزي؟ يعني ايه mutually exclusive؟ ما بتعتمدش على بعض عشان قربت. exclusive يعني حد بس يستخدمه، مش عارف كارت exclusive يعني انت واحد special يعني. ف exclusive يعني حد بس، واحد بس يقدر يستخدمه. mutually exclusive يعني لو انا استخدمت حاجه انت ما بتقدرش تستخدمها في نفس الوقت. اوكي؟ ففكرة الـ mutually exclusive resources معناها إن الـ resources الموجودة في السيستم process واحدة بس ممكن تستخدمها في نفس الوقت في any given instant of time. لو في process ماسكة resource الـ processes التانية ما تنفعش تستخدمها في نفس التوقيت. أوكي؟ فدي فكرة بتاعت الـ mutual exclusion. ولو كانت الـ resources بتاعتي في الـ operating system mutually exclusive deadlock ممكن يحصل. أوكي؟ طيب إيه الشروط التانية؟ قلت لك في أربعة. طيب إيه الشروط التانية الموجودة عندي؟ hold and wait pattern exists. طب يعني ايه hold and wait؟ hold يعني امسك، wait يعني استنى. hold and wait معناها ان في process ماسكه resource، hold ماسكه resource ومستنيه resource التاني. اوكي؟ يعني هي بتبقى ماسكه resource ومستنيه، وهي ماسكه resource اللي هي في ايديها على ما يجي لها resource التاني. ال pattern ده لازم يبقى موجود في السيستم عشان deadlock يحصل. طب عشان نفهمه اكتر تعال نفهم يعني ايه عكسه. عكسه لو hold and wait مش موجود، انا طلبت resource معين وبعد ما طلبت resource اللي انا طلبته استخدمته، وبعد ما استخدمته سبته، وبعد ما سبته طلبت resource تاني، هل ممكن يحصل deadlock في السيتويشن دي؟ never. عشان deadlock يحصل لازم امسك resource، اهولد resource، احتوي يعني امسكه في ايديا وبعدين اطلب ريسورس تاني بدون ما اسيب الريسورس اللي انا كنت اصلا ماسكه في ايدي. لو الباترن دي موجوده يبقى ديدلوك ممكن يحصل. هل احنا فاهمينها ولا لا يا شباب؟ يا دكتور مفهوم. حلو قوي، حلو قوي. احنا كمان شويه ممكن نعمل تمثيليه عشان نوضح الكلام ده، بس يعني لغايه دلوقتي تعال نشرحه بالكلام بس، بعد كده نعمل لايك بلاي. انا كنت موجود فيزيكلي في الفصل، كنا بناخد فيزيكال انتيتيز ونديها لبعض عشان نمثل الكلام ده، دلوقتي هرسمها. اوكي؟ وربنا يستر عشان رسمي وحش، ربنا يستر. طيب ايه تاني موجود عندي في ال 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 conditions اللي موجوده؟ no preemption of resources should be allowed. Okay, no preemption resources are non-preemptible. كلمة preempt يعني تشيل حاجة من حد بيستخدمها. فلما أقول لك resources are not preemptible يعني there is no preemption of resources، ده معناها إن لو في حد ماسك resource أنا ما أقدرش أشيله منه. Okay، ما أقدرش أشيله منه، لازم يفضل ماسكه لغاية لما هو من نفسه يخلص استخدامه ويسيبه. لكن أنا ما أقدرش a force process تسيب resource من ال resources اللي هي ماسكاها عشان اديها لحد تاني. دي ترجع لك تاني ل resource من ال resources which is preemptible. في resource في الكمبيوتر is actually preemptible، ودي حاجة كويسة بالنسبة لنا واستخدمناها كتير قبل كده. ايه resource ال preemptible يا شباب؟ انت ممكن تشيله، يعني تشيل حد ماسك resource ده ممكن تشيل حد من عليه وتديه لحد تاني، قلنا كذا مرة.
ميموري. not really preemptible. Actually, memory is one of the non-preemptible. يعني ما اقدرش اشيل حد. اوكي انا معاك ان ممكن نشير ميموري، بس ما اقدرش، يعني ما اقدرش لو حد بيكتب حاجه في نفس الوقت لازم يخلص الكتابه وبعد كده اشيله. لكن في ريسورس preemptible، الناس عماله تدخل تخش وتطلع منه كتير، خش ويطلع، خش ويطلع على نفس الريسورس، خش ويطلع، خش ويطلع منه كتير، حتى بتبقى ليها وقت معين عشان تستخدمه وكده بتخرج سي وكده. بي يو هنا سي بي يو، السي بي يو is a typical is a is a is a very good example of a preemptible resource. There are many other resources which are not preemptible. السي بي يو preemptible، واللي بيخليها preemptible ان انا بسيب ايه؟ ايه اللي بيخلي resource السي بي يو ممكن اطلع وادخل منه؟ عشان انا بسيب ايه؟ ها؟ الستيت الكونتكست برافو بتاعه. عليك، برافو عليك، بقدر اسيف الكونتكست بتاعه في البي سي بي، فده بيخليه اكستريملي بريمتبل. سيف اللي انت عملته وتطلع بره، حد تاني يدخل يعمل شغله، وبعد كده رجع الستيت بتاعك فتكمل زي ما انت. المشكله ان في ريسورسز معينه طبيعتها ما تنفعش كده. فور اكزامبل ادي لك ا فيري فيري اوبفيوس اكزامبل، البرينتر. البرينتر از نوت بريمتبل، ما اقدرش حد في نص البرينتنج بتاعه اشيله واسيف الستيت بتاعه واخلي حد تاني يدخل مكانه. ليه؟ هو اوريدي طبع على الصفحه، يا طبع جزء من الصفحه. لو انا خليته يطبع جزء من الصفحه وبعد كده شلته ودخلت واحد تاني يكمل، الصفحه تبقى ميكست، نصها بتاع برنامج ونصها بتاع برنامج تاني. فالبرينتر is an example, a very good example of a non-preemptible resource. فلو كانت الريسورسز بتاعتي non-preemptible، يعني ما اقدرش اشيل حد من عليها عشان ادخل حد تاني، deadlock ممكن يحصل. لكن لو كانت الريسورسز بتاعتي preemptible، يعني ممكن اشيل حد من عليها بدون ما اخسر حاجه ودخل حد تاني مكانه، ديدلوك مش هيحصل. اوكي، اخر حاجه من الشروط اللي موجوده عندي، الشرط الرابع ده، in a circular pattern of resource use exists، بنسميها دي for short circular wait. اوكي، لو ال pattern او الشكل اللي انت بتطلب فيه resources بيؤدي لدايره في resource graph، resource graph هو graph في resources الموجودة في السيستم و processes اللي واخداها. لو الطريقة اللي انت بتطلب بيها resources موجودة في السيستم ممكن تؤدي لدايرة، ممكن يحصل deadlock. اوريك example لحاجة زي كده. تعال ندي التمثيل اللي كنت بقول لك هنمثل، تعال نمثل مع بعض دلوقتي، هرسمها. تعال assume ان ده process 1 وده process 2، والتو ريسورسز اللي انا بنتكلم عليهم هم الدايره والايه الريكتانجل، وده او P1 وده P2. تعال نبدا في اخر واحده، نمثل اخر واحده. اوكي، خلي بالكم الكونديشنز دول لازم يكونوا موجودين، لازم الاربعه يكونوا موجودين عشان ديدلوك ممكن يحصل. لو واحده على الاقل مش موجوده، استحاله، نيفر هيحصل ديدلوك، نيفر. لو شلت واحده بس من دول never هيحصل ده. طيب تعالوا نشوف مع بعض كل واحدة منهم ليه وجودها ممكن يؤدي لديدلوك، وليه عدم وجودها هيمنع الديدلوك. نبدأ بالcircular wait. السيركلر ويت زي ما اتفقت معاك معناها ترتيبي لاستخدام الريسورسز بيؤدي لدايرة في الريسورس جراف. طيب تعال نبص مع بعض. لو P1 طلب الاول الدايره وبعدين عايز التراينجل، وبي 2 طلبت الاول التراينجل وبعدين هتحتاج الدايره، ده ممكن يؤدي لسيركلر باترن او سيركلر ويت في الريسورس جراف. تعال نشوف ازاي. هستاذنك هعمل الريسورس البروسيس بتاعتي دايره والريسورس بتاعي ريكتانجل. اوكي، فده P1 وده P2، وهستأذنك هسمي الريسورس ده R1 وده R2. طيب P1 ماسكة R1، هستأذنك ماسكة، هعمل سهم طالع من P1 رايح لإيه؟ للتراينجل. و P2 ماسكة مين؟ R2، ده R1 وده R2. أوكي؟ يبقى السهم اللي طالع من البروسيس رايح للريسورس معناها البروسيس ماسكه الريسورس. السهم اللي من عكس بالعكس لو طالع من الريسورس رايح للبروسيس معناها ان البروسيس دي عايزه الريسورس ده. خلي بالك ده جاست كونفنشن انا اخترعتها دلوقتي، ممكن تعكسها، ما عنديش مشكله.
ايه رأيك؟ هل احنا كده عندنا سيركل ولا لا؟ سيركل اهو، شايف الدايرة اهي، دايرة، ده اللي ممكن يؤدي لديدلوك. اوكي طيب، هسأل سؤال للناس الكويسة، مين ممكن يخترع لي ترتيب لاستخدام الريسورسز يمنع السيركل ده يحصل؟ ها مين يقول لي؟ انا اوريدي عندي 10 عند كريم و10 عند عمر، يعني انتوا اوريدي جايبين 10 و10 ما شاء الله عليكم يعني، واوريدي انتوا قدمتوا لي الاساينمنت 5 اوت اوف 5، ثانك يو. فقولوا لي دلوقتي for bonuses again how to do this. ايه الترتيب اللي يمنع شكل الدايره دي؟ الدايره دي حصلت ليه؟ عشان كل بروسيس اخذت ريسورس ايوه ومسكت فيه بقى حلو قوي وعايز الريسورس التاني. حلو قوي. هل الترتيب مهم؟ لو هيعملوا نفس الكلام مش هيفرق، بس احنا لو يعني مثلا خلينا بروسيس 1 مثلا تمسك R1 ايوه واما تخلص R1 P2 تخش على R1 مثلا. طيب، هو ده هيحصل ازاي؟ ازاي الـ P2 هتستنى لغاية لما P1 تخلص R1؟ لو they request ها resources in the same ها order. هي المشكلة حصلت هنا ليه يا باشا؟ المشكلة حصلت عشان P1 طلبت مين؟ R1 فأخدتها الأول، و P2 طلبت مين؟ ها R2 فأخدتها. دي المشكلة، إن طلبوا في الأول resources مختلفة، فكل واحد ما عندهوش علم إن التاني عايز الريسورس ده، فكل واحد أخد الريسورس، وبعد لما أخد الريسورس ابتدى يطلب الريسورس اللي مع التاني. لو كانوا الاتنين من البداية بيطلبوا الريسورسز بنفس الترتيب، معناه إن هما هيتنافسوا على نفس الريسورس. يعني فور إكزامبل، تعال نشوف مع بعض، لو الاتنين هيطلبوا R1 الأول اللي هو مثلا الدايرة، الاثنين هيتنافسوا، واحد منهم هيكسب، عايز مين يكسب؟ P1 ولا P2؟ اختار. First in first out. أي مثلا P1؟ ماشي، نقول P1 كسبت. طيب لما P1 تكسب، P2 لما تحاول تاخد الريسورس ده، هتعرف تاخدها؟ هيحصل لها إيه؟ اوكي. بلوكينج. وما دام هيحصل لها بلوكينج، أصلا مش هتيجي ناحية R2، مش هتيجي ناحيته أصلا. تفضل قاعدة مستنية. لغاية لما P1 خلاص بقى، P1 دلوقتي بعد شوية هيقوم طالب R2، يقوم واخده كده، عنده الاثنين ريسورس، هيفضل يشتغل يشتغل يشتغل، وبعد كده بعد لما يخلص هيعمل ايه الاثنين؟ يريليس يريليس الاثنين ريسورسز، وقتها P2 ممكن تصحى من البلوك ستيت وتاخد الريسورس بتاعتي. يعني الترتيب بيفرق. لو كانوا الاثنين طلبوا نفس الريسورس في نفس التوقيت بنفس الترتيب، كانت واحدة منهم كسبت والتانية حصل لها بلوك، واللي حصل لها بلوك خلاص خارج المنافسة لغاية لما الكسبت تخلص كل شغلها، بعدين تفري ريسورسز، فالبلوك يصحى ويبتدي يشتغل. اوكي، فالترتيب بتاع استخدام الريسورسز مهم. لو بيطلبوا الريسورسز بشكل مختلف ممكن تأدي لدايرة، لو بيطلبوا الريسورسز بنفس الترتيب اوكي يبقى استحالة دايرة ممكن تحصل. ما عنديش سيركل هيحصل في ريسورس جراف، resource allocation graph، ده بنسميه resource allocation graph اللي انت شايفه ده، resource allocation graph. ممكن تلاقي بعض الكتب بيكتبوها RAG، resource allocation graph. اوكي طيب، one of the ways ان انا امنع deadlock ان انا اخلي resources اللي موجوده عندي تطلب بنفس الترتيب. اوكي، ده هيكسر ال circular weight. حد عنده اعتراض في اللي انا بقوله ده؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض ال no preemption of resources ازاي لو انا كسرتها ممكن الديدلوك ما يحصلش. no preemption يعني ايه؟ مين ممكن يفكرني في no preemption يعني ايه؟ انا اسف ان هي التمثيل يعني الرسم مش حلو، لو كنت قصادي كنت خليت كل واحد يطلع قصادي وتمسك ده وتمسك ده ونمسك resources physical قصاد بعض فتبقى واضحة. I hope ان انتوا فاهمين، لو اي حد مش فاهم قول لي.
طيب النو بريامشن معناها ايه يا شباب؟ ما ينفعش اخد ريسورس من حد تاني. برافو عليك. النو بريامشن معناها ما ينفعش اخد ريسورس من حد اوريدي كان ماسكه. طيب عكسها ايه؟ عكسها ان ينفع اخد. ولو ينفع اخد يعني لو النو بريامشن دي مش موجوده، لو دي الشرط ده مش موجود، استحاله ديدلوك هيحصل. تعال نشوفها مع بعض. افترض دلوقتي اهو بي 1 ماسكه الدايره وبي 2 ماسكه الريكتانجل. لو كانت الريسورسز بري امتيف، لما بي 1 يطلب التراينجل ايه اللي هيحصل؟ لو كانت بري امتيف ايه اللي هيحصل لما بي 1 يطلب التراينجل؟ بي 2 هتسيب التراينجل. عليك نور. بي 2 هتقوم سايبه التراينجل، التراينجل يروح لبي 1، بي 1 تخلص، بعد ما تخلص تريليس الاثنين ريسورسز وبي 2 تشتغل. شفت ازاي؟ لو كانت بريامشن مسموحه بيها في السيستم ما كانش ديدلوك هيحصل. الديدلوك يحصل فقط لو البريامشن مش مسموحه بيها. نو بريامشن اوف ريسورس. اوكي؟ طيب طب اذا اقول لك حاجه، خلينا بالمره واحنا بنشرح الكلام ده، عايز حد يقول لي هو ينفع اصلا نخلي ريسورسز كلها بريامتيف عشان اشيل دي؟ لا ليه؟ عشان في ريسورسز ما يعني ما ينفعش تبقى بريامتيف. بيرفكت. في طبيعه ريسورسز معينه استحاله تبقى بريامتيف، زي البرينتر فور اكزامبل، فبتقدرش تشيلها. ففي طبيعه ريسورسز معينه لا يمكن تشيل الشرط ده منها. طب تعال نرجع خطوه ورا. انا كنت لسه بقول لك one of the ways ان انا اقصر السيركلر ويت ان انا اخلي الريسورسز بتاعتي تطلب بنفس الترتيب. هل ممكن تعمل كده في كل البرامج الموجوده ولا لا او ليه؟ هل ممكن اخلي الريسورسز البروسيسز كلها تطلب ريسورسز بنفس الترتيب؟ لا، ما هي بالبريوريتي priority بتاعت ايه؟ بتاعت البروسيس. I don't think that's related to the work. يعني لو كانت P1 priority بتاعتها عالية و P2 priority بتاعتها قليلة و P1 طلبت الريسورس الأولاني هتاخده. طيب لو P2 طلبت الريسورس التاني و priority بتاعته قليلة بس مفيش حد تاني عايزه، ايوه انا قصدي لو اتنين، يعني لو اتنين processes عايزين نفس ال resource بتبقى بال priority. لو كل واحد عايز resource مختلف خلاص يعني مش طيب مش بص كده. لو الاتنين عايزين نفس ال resource يا بشوي، استحالة يحصل deadlock صح؟ ده اصلا ملهاش علاقة بال priority دلوقتي. بقول لك لو الاتنين processes محتاجين نفس ال resource استحالة هيحصل deadlock. ايوه ليه؟ صح. ليه استحالة يحصل deadlock؟ عشان ما واحدة فيهم هتبقى blocked وواحدة فيهم هتخش، لان هما بيطلبوها في نفس الوقت. very good. فان انا امنع السيركلر ويت ان انا اخلي البروسيسز تطلب الريسورسز بنفس الترتيب. انا بسالك هل ينفع اخلي كل البروسيسز الموجوده عندي تطلب الريسورسز بنفس الترتيب؟ اه ولا لا وليه؟ ده سؤالي. سيبك بقى من برايورتي. برايورتي دي ليها علاقه بان ازاي هفض النزاع بين بروسيسز عايزين نفس الحاجه. انا بس سؤالي مش في هنا، سؤالي في هل ينفع اخلي البروسيسز يطلبوا الريسورسز بتاعتهم بنفس الترتيب اه ولا لا؟ ترتيب ايه؟ ترتيب يعني معين اي كلهم يلتزموا بيه، مش فارقه معايا ايه الترتيب. يعني ممكن نقول الترتيب تطلب الدايره قبل الترينجل، او ممكن أيوة. الترتيب تطلب الترينجل قبل الدايره. ترتيب معين. ايوه ما هو ده ايوه احنا لازم نعمل كده عشان نبريفنت الديدلوك. ماشي بشوية. انت مش بتجاوب غلط. ماشي انت صح، انت صح. ده بنعمله عشان نمنع ديدلوك. سؤالي ينفع نعمل الكلام ده ولا ما ينفعش؟ ليه عمر ما ينفعش؟ عشان ممكن يبقى في بروسيس معينه محتاجه الريزلت بتاعت اللي هتطلع من ريسورس عشان تدخله الريسورس التاني، فانا ما ينفعش اجبرها ان هي مثلا لو الترتيب اتعكس اللي احنا هنحطه ما ينفعش اجبرها ان هي تعكس الموضوع. Perfect. هي شغلها بيعتمد على كده. بيرفكت بيرفكت. اوكي عمر جاوب السؤال. Sometimes اللوجيك بتاع الابلكيشن هو اللي بيفرض عليا ترتيب استخدام الريسورس. يعني ما اقدرش انا افرض عليه ترتيب ارتفيشال من بره، لازم تاخد الدايره الاول بعد كده الترينجل، عشان sometimes هو عايز الترينجل تبقى موجود عنده عشان يطلع نتيجه معينه وبعدين يديها للدايره.
فانا ما اقدرش افرض عليه ياخد الدايره الاول. طبعا ممكن حد يقول لي حتى لو انت عندك كده، انت طلبت التراينجل وعايز الدايره في المستقبل، خد الدايره الاول احجزها وما تعملش بيها حاجه، وبعدين خد مين، ها بس ده مش التراينجل اشتغل بيه، وبعد كده ادي النتيجه للدايره. بس زي بشوي الكلام دلوقتي، صح بشوي ولا حد تاني؟ بشوي قال لي ده مش efficient. ليه مش efficient؟ ان انا هحجز الدايره عندي، ها مش هنبيع حاجة. مش هعمل بيه حاجه لغايه لما اخلص الترينجل واديها النتيجه، عشان طبيعه الابلكيشن بتاعتي، طبيعتها، طبيعه الابلكيشن من جوه لازم تستخدم الترينجل الاول عشان تطلع قيمه، ده طبيعتها. بس انا لو فرضت عليها ترتيب خارجي من بره، ان انت لازم تاخدي الدايره قبل ما تاخدي الترينجل، هتعمل كده، هينفذ اللي انا عايزه، فيقوم واخد الدايره الاول ومحتفظ بيها بدون ما يعمل بيها حاجه، لغايه لما يخلص الاوتبوت بتاع التراينجل، وبعد كده يقوم مدي الاوتبوت بتاع التراينجل للدايره فتبتدي تشتغل. زي ما انت قلت بشوي، this is not efficient. انت كده بتحجز ريسورس داخل الابلكيشن بدون ما تستخدمها لفتره طويله، عشان artificial order فرضه عليك الاوبريتنج سيستم من بره عشان يمنع الديدلوك. فكده هيبقى في inefficient use او inefficient use، انا اسف inefficient هي الكلمه الصح، of the resources. اوكي؟ دي حاجه. في حاجة تانية، في سبب تاني ما بيمنعني ان انا اعمل الترتيب ده، مين ممكن يقوله لي؟ غير الـ efficiency. مين ممكن يقول لي السبب التاني؟ طب اقول ممكن قول قول. يبقى في بروسيس تانية عايزة السيركل مثلا في الوقت اللي هي محجوزة فيه، ماشي، ما ده ملوش دعوه بالترتيب، ده ملوش دعوه بالحاجه. ادي لك هنت معين عشان يساعدك. الهنت، البروسيس دلوقتي لو محتاجه في اللحظه دي تراينجل، ايه المعلومات اللي المفروض تبقى موجوده عندها عشان تحجز السيركل قبل ما تستخدم التراينجل لو الترتيب ده imposed by the OS؟ لا مش فاهم تاني. تاني في الاكزامبل اللي احنا بنتكلم فيه، اللوجيك بتاع الابلكيشن الاول محتاج التراينجل، صح؟ صح. وبعدين محتاجه السيركل. ده جوه اللوجيك بتاع الابلكيشن. لكن الاوبريتنج سيستم فرض عليها ان هي تاخد السيركل الاول. ايه المعلومه اللي جوه الابلكيشن، جوه البروسيس، لازم تبقى موجوده عشان لما يطلب التراينجل الاول ياخد السيركل؟ ايه هي المعلومة اللي جوه، ايه المعلومة اللي المفروض تبقى جوه البروسيس اللي هتخليه قبل لما يحجز التراينجل يقوم حاجز السيركل؟ ان هو فاضي، ان هو available يعني، ولا ان هو لا، دي مالهاش. What will actually cause the process ان هي request the circle؟ ايه الحاجة اللي هت initiate من جوه البروسيس تخليها تحجز السيركل؟ الديبندنسي بتاعتها، يعني ان هي هتحتاجها بعد كده. هي دي، شفت عمر قال ايه؟ ان هي هتحتاجها بعد كده. اوكي، ما انا ما كنتش هحتاج السيركل بعد كده وعايز التراينجل، ما انا هاخد التراينجل وماليش دعوه بحد. اللي بيخليني احجز السيركل قبل ما اخد التراينجل ان انا كمان شويه قدام هحتاج السيركل، والاوبريتنج سيستم فرض عليا لو انت هتطلب سيركل وتراينجل ترتيبهم لازم يبقى ايه؟ سيركل الاول وبعدين ايه؟ تراينجل. دي مفهومه؟ تمام. طيب يعني ده يتطلب من الابلكيشن تعرف مسبقا ايه هي الريسورسز اللي هتستخدمها في الاكسكيوشن. اسالك سؤال، هل ده ينفع؟ هل في كل كيسز الابلكيشن تبقى عارفه مسبقا ايه هي الريسورسز اللي هتحتاجها؟ لا، ليه؟ البروسيس نفسها ممكن تكون مش محتاجة الريسورس على طول، يعني مش محتاجة ده بعد كده ده على طول، هي محتاجة ممكن تستنى تريجر مثلا من ها، حاجة تانية، فهي ترجع مش من شرط. حاجة تانية، يعني ممكن تبقى الريكوست بتاع الدايرة كونديشنال. يعني ايه كونديشنال؟ جوه اف ستيتمنت، اف مثلا اكس بيساوي 10 استخدم الدايرة. معايا في دي ولا لا؟ مفهومة؟ أه؟ اوكي، طيب ال
قبل ما البروجرام يأكسكيوت هو مش عارف الكونديشن ده هيبقى ترو ولا فولس، لان هو مش عارف الكود باث المسار بتاع استخدام الدايره هيبقى اكتيفيتد ولا لا مسبقا. فاذا ما يقدرش يتوقع في المستقبل ايه هي الريسورسز هتستخدم وايه الريسورسز اللي مش هتستخدم. فاهم اللي انا بقوله؟ اوكي، فده المشكله الثانيه اللي موجوده عندي. هل هنا في اي حد من الناس اللي قاعده اخذوا الجوريزم اناليسيس؟ اي حد؟ انا عرفتها كده بس ما خدتش الماده. بس انت عارفها يعني؟ ها؟ خدتها اونلاين. حلو قوي. تسمع عن المشكله بتاعت الهالتنج بروبلم؟ بتقول ايه الهالتنج بروبلم؟ مش فاكر صراحه بس انا يعني خدتها بس مش فاكر. نو بروبلم. الهالتنج بروبلم دي حاجه موجوده في الكمبيوتنج، في الكمبيوتر الجوريزمز، بتقول لو اديت كمبيوتر بروجرام كانبوت بروجرام تاني، هل هيقدر يحدد البروجرام ده بعد كام اتريشن هيقف ولا لا؟ يعني هيقدر يقول البروجرام يعني في بروجرام اهو، معلش الحته دي غلسه في الشرح شويه، في بروجرام اهو وداخل له انبوت بروجرام تاني، الكويشن هل P1 يقدر يقول P2 امتى هتوقف iterations، بعد كم مرة هتوقف iterations؟ والإجابة no it can't, this is impossible. Okay, it is impossible على الاركتكتشر بتاع الفوليومن اركتكتشر. بص عليها دي مسألة مهمة قوي، عايزك كل واحد النهاردة يعمل extra reading في المادة دي، يبص على الهالتنج بروبلم. Okay, الهالتنج بروبلم وانا جبت سيرتها ليه؟ عشان الهالتنج بروبلم از سبيشال كيس، او اللي انا بقوله دلوقتي از سبيشال كيس اوف ذا هالتنج بروبلم. ان انا مسبقا اعرف اني ريسورسز هتستخدم هي سبيشال كيس من الهالتنج بروبلم، ان انا مسبقا اعرف بعد كام اتريشن البرنامج هيقف ككود مش كبني ادم، ككود. والاجابه ان ذيس بروبلم كان نوت بي سولفد، ات از امبوسيبل فور اني ابلكيشن تو نو بيفور هاند ايه هي الريسورسز اللي هتستخدمها، عشان كده ما اقدرش ارتب الريسورس. حتى لو رتبت الريسورسز انت في اللحظه اللي انت طلبت فيها الريكتانج او التراينجل انت مش عارف كمان قدام شويه هتحتاج السيركل ولا لا، ما تعرفش، بالذات لو كان الابلكيشن جواه كونديشنال ستيتمنتس كتيره، لوبس واف ستيتمنتس والكلام ده. لكن لو كان البرنامج سيكوينشال عادي وانستراكشنز ورا بعض انت هتعرف، لكن لو كانت الريكوست بتاعت السيركل دي امبيدد جوه كونديشنال ستيتمنت انت ما تعرفش مسبقا الكونديشن ده هيتحقق ولا لا، هيبقى ترو ولا فولس، فما تقدرش تحجز الدايره. طبعا البسمستيك ورست كيس سيناريو هتفترض ان انت ايه هتحجزها وتقوم حاجزها برضه. اوكي، بس ده فيري بسمستيك، يعني كده ممكن تحجز الدايره وما تعملش حاجه بيها. لما توصل عند الاف ستيتمنت الكونديشن بتاعها هتبقى فولس فاصلا ما تحتاجهاش، فانت كده قتلت الافشنسي، قتلتها تام. انت حجزت الدايره مش عشان تستخدمها قدام كمان شويه، انت حجزت الدايره ولما وصلت للستيتمنت اللي بتقول لك هتستخدمها ولا لا ما استخدمتهاش اصلا. اوكي، مفهومه دي يا شباب؟ لو انا بلخبطكم قولوا لي. التوبيك بتاع النهارده از فيري انتلكتشوال او يعني في تفكير، فلو في حد متلخبط يقول لي. لا تمام. طيب حلو قوي، تعالى نتكلم مع بعض على الهولد اند ويت. الهولد اند ويت بيقول ايه يا شباب؟ مين يفكرني؟ الهولد اند ويت بيقول ايه؟ كل بروسيس بتاخد ريسورس وبتهولد عليه يعني لحد ما تخلص. عليك نور. الهولد اند ويت كل بروسيس بتمسك ريسورس وبعد ما تمسك الريسورس بتفضل ماسكاه لغايه لما تاخد التاني. طب عكس كده ايه؟ ان لو البروسيس دي استخدمت اخذت الريسورس ده وبعد لما اخذت الريسورس ده يا اما سبت سابته من نفسها عشان خلصت منه، يا اما طلبت الترينجل فما لقيتوش فراح تثبت ده. اوكي، طيب مين يقول لي ليه ما ينفعش اكسر ده؟ طب عكس ده معناه ايه؟ عكس ده معناه ان البروسيس ماسكه الريسورس، ولما انتوا شايفين حاجه الشاشه بايظه ولا شايفين كويس؟ بايظه حاليا. بايظه، ما باظت عندي برضه. طيب خلاص اوكي اهي. عكس الهولد اند ويت ان البروسيس ماسكه الريسورس دي،
وبعد كده هتسيبها for some reason قبل لما تطلب ال resource ده. مين يديني at least two reasons؟ ده مش هينفع في ال real life, real applications. شباب ثانية واحدة معلش, مكالمة تانية جاية لي, هرد ثانية واحدة, هرد برجع لكم ثانية. I'm very sorry. عشان نذاكر ولا ايه يا جدعان؟ نذاكر ايوه شباب انا اسف جدا, بعتذر لكم, I'm very sorry. انا في المكتب, فالمكتب بالتليفونات عماله تشتغل. طيب قولوا لي ليه ده ما ينفعش في الريل لايف؟ ايه اللي يمنع حاجه زي كده؟ في على الاقل تو ريزونز صراحه في مخي دلوقتي. ممكن مثلا عشان بروسس معينه اللي هي اللي ماسكه السيركل دي هتحتاج الترانجل فثابت السيركل، ممكن تحتاج السيركل تاني بعد كده. اوكي بس حتى لو سبته وبعدين اخدته تاني ما مش هيحصل ديدلوك. هو ماشي، ايه اللي يمنعها ان هي تسيبه؟ حاجتين, ما هو في تو سيناريوز صح. انا قلت لك السيناريو الاولاني ان ده مسك السيركل وبعد لما خلص منها سابها وبعدين يطلب ده, ده السيناريو الاولاني. السيناريو الثاني ان ده مسك السيركل وبعد كده احتاج الترينجل فطلبه وما لقاهوش فساب السيركل. دي ليها نفي ودي ليها نفي. انتوا سامعيني يا جماعه ولا الميكروفون مش شغال؟ لا لا سامعين حضرتك. اوكي مش عارف. طب تعال نقول الاولى ان البروسيس ده اخد السيركل خلص منها وبعد كده سابها وبعدين اخد الترينجل. ايه السيتويشن اللي يمنع ده؟ ان الترينجل يكون مع حد تاني لما دوت يخلص السيركل فمش هيعرف ياخده ساعتها. بس برضه هو ساب السيركل. ايه السيتويشن اللي يخليه يمنعه يسيب السيركل قبل ما يطلب الترينجل؟ ان هو محتاج ايه؟ هو محتاج السيركل تاني يعني ولا محتاج need both resources at the same time. اوكي في نفس هو بيشتغل على الاثنين, محتاج يشتغل عليهم الاثنين في نفس التوقيت physically. يبقى مش هيقدر يسيب واحده وبعدين يعني يخلص منها وبعد كده ياخد الثانيه. It needs both resources at the same time. اوكي ده one. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي هي ده كان ماسك الريسورس سيركل طلب الريكتانجل ما لقاهوش او تراينجل مش عارف ايه عمال اقول ريكتانجل طلب التراينجل ما لقاهوش فساب ده. يعني اللي خلاه يسيب ده ان لما طلب ده ما لقاهوش. ايه اللي يمنعه يسيب ده؟ هو عايزهم الاثنين في نفس الوقت بس لما طلب الثاني ما لقاهوش فساب ده. ايه اللي يمنعه يسيب ده؟ Come on guys دي سهله. انه لسه ما خلصتش شغل عليه يعني ما ان هو already performed partial work on circle صح؟ انا هكتب circle انتوا فاهمين بتكلم على resource صح؟ يعني لو السيركل ده عمل ليها جزء من شغله لو سابها الشغل ده هيحصل له ايه؟ راح اختفى باظ. especially لو مش زي ال CPU فممكن اسيب الشغل ده في الميموري زي الكونتكست وارجعه تاني. لو شغل ميكانيكال بحرك ليفر بحرك موتور بطبع حاجه اوكي الشغل ده كان not be saved somewhere وارجع له تاني. لو انا سبت الحاجه دي وحد تاني اشتغل عليها الشغل اللي عملته will be lost. اوكي ففي الحاله دي ما اقدرش اسيب الريسورس ده. فاللي هيمنعني ان انا اسيب الريسورس اللي في ايديا يا اما انا محتاج الاثنين ريسورسز في نفس التوقيت عشان اعمل شغلي فمش هينفع اسيب اللي في ايديا واروح لواحد تاني انا عايزهم الاثنين مع بعض. يا اما انا مش عايزهم الاثنين في نفس الوقت مش في نفس التوقيت بالظبط يعني يعني ممكن استنى شويه مش في نفس الانستنت بس انا عملت شويه شغل على اللي ماسكها في ايديا فلو سبتها الشغل اللي انا عملته عليه هيروح مني. اوكي فدول التو ريزنز اللي بيمنعوا الهولد اند ويت. اخر حاجه mutually exclusive resource. يعني ايه mutually exclusive resource؟
يعني يا دي يا دي. يعني يا بروسيس 1 تاخدها يا اما بروسيس 2 تاخدها، صح؟ طيب ايه عكسها؟ ممكن اثنين يشير ريسورس. اثنين شير ريسورس، شايف الاكزامبل ده؟ اهو البيرسون ده P1 اخذ الدايره وبيشير الترينجل مع مين؟ مع P2. في الحاله ده هيخلص شغله ويسيب الدايره والريكتانجل، فيقدر ياخدها مين؟ P2 يخلص شغله. مفهومه دي؟ لو عمل شير، لو قدر يشير الترينجل ده. طب هو ليه ما ينفعش اشير كل الريسورسز في نفس على الوقت؟ حسب الريسورس. على حسب الريسورس. زي ما احنا اتكلمنا في بدايه الكلام بتاعنا، one resource which is extremely shareable هو السي بي يو، you can share it. بس for example the printer is not shareable. But في some resources that cannot be shared. اوكي؟ انت لو لاحظت في اللي انا بقوله دلوقتي، انا كنت بحاول لكل واحده من الكونديشنز الموجوده عندي دي اكسرها. طب انا كنت ليه بحاول اكسرهم؟ عشان كسرهم هيؤدي الى ايه؟ منع الديدلوك. منع الديدلوك. برافو عليك، منع الديدلوك. اوكي؟ يبقى the first way to handle deadlock is to remove one of the necessary conditions. But as we saw, this is not always possible. Okay? It's not always possible عشان لو انا شلت واحده من الكونديشنز بيحصل لي مشكله. كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها دي كانت جايه من انا بحاول اشيل واحده من الريسورسز اللي موجوده فوق، وكانت الكونسيكونس بتاع حاجه زي كده مش كويس. طيب يبقى انا عندي دلوقتي مش هعرف امنع الديدلوك. اوكي؟ على فكره منع الديدلوك اسمه ديدلوك بريفنشن. وزي ما احنا شفنا من شويه ديدلوك بريفنشن مش هينفع استخدمه في كل السيناريوز. على فكره هو هينفع في بعض السيناريوز، يعني فور اكزامبل لو انت بتكتب فيري سمبل سوفت وير، وفيري سمبل سوفت وير الموجود عندك ده ما فيهوش لوبس ولا كونديشنال ستيتمنتس، انت ممكن تمنع سيركلر ويت، صح؟ او لو انت هتقدر تستحمل الكوست، التكلفه بتاع الويستد ريسورسز، اللي هو حتى لو الريسورس ده جوه اف ستيتمنت وانت مش عارف هتنفذها ولا لا، بس كده كده هتحجزه، ولما توصل لاف ستيتمنت لو ما حجزتوش هتسيبه وهتضيع الوقت اللي فات كله ده، لو تقدر تستحمل التكلفه دي انت ممكن تمنعه. طب سؤالي، تقدر تديني اكزامبل لكمبيوتنج سيستم فيه هستحمل غصب عني كل الاوفر هيدز دي، الانفشنسيز دي، عشان امنع الديد لوك؟ امتى؟ اديني سيناريو ممكن اعمل فيه كده. لما يبقى الهاردوير يعني يبقى ريسورسز كتير قوي، فانا مش ان شويه منها يبقى ويستد مش مشكله. اوكي، ده يعمل اوفر هيد. That is one way to do it. Yes. بس انا بستاذنك حتى لو resources limited في scenarios معينه انا هخليها inefficient عشان امنع deadlock. انا مش عايز الديدلوك يحصل، عشان لو الديدلوك يحصل السيستم هيعلق. طب typically انت لما السيستم يعلق قصادك هتعمل له ايه لو كان قاعد قصادك؟ اقفل وافتحه. هتقفل وتفتحه. اديني example system مش هينفع تعمل فيه كده. اي critical system بقى. اي critical system. لو system is so critical that the presence of deadlock is unacceptable. It is completely unacceptable. For example, لو انت عندك rover زي المارس rover او any other type of space exploration equipment on that platform، انت مش هتعرف تريستارت الجهاز. الجهاز موجود في القمر او في المريخ، انت ما عندكش physical access للريستارت button. لو عايز تعمل اي حاجه عايز تعملها ان سوفت وير، ولو السوفت وير ديد لوكت يو ار لوكت اوت. اوكي؟ فا اذن ان ذيس سيتويشنز انت هتستحمل الاوفر هيد اللي موجود عندي وبريفنت ديد لوك خالص. اتفرجت على فيلم ذا مارشن؟ فاكر ال 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 الروفر اللي راح لها واخد منها كومبوننتس اللي كانت موجوده هناك؟ مش فاكر كان اسمها ايه الروفر دي، كان بس كان في روفر هناك فاكر راح لها، كان بعيده عنه وراح لها جاب منها كومبوننتس باين. دي كانت حصل لها ديدلوك. انا مش بهزر، ده فيزيكال فاكت. المارس روفر اكشلي ديدلوكت.
الديدلوك حصل لها حاجه اسمها برايورتي انفيرجن، اللي حابب يبص عليها يدور عليها عندك كده في ويكيبيديا ولا حاجه، حصل لها برايورتي انفيرجن والديدلوك، حصل لها ديدلوك وماتت عشان كده، ما عرفوش يستخدموها عشان كده. اوكي، ف in systems which are so critical and they are far away from me physically، ان انا ما اقدرش اروح لهم وام دايس على الزرار ريسيت، هو مش قصادي. ففي الحاله دي انا هستحمل الاوفر هيد والويستنج بتاع الريسورسز اللي موجوده عشان اقدر ابريفنت ديدلوك. لكن في معظم السيستمز الثانيه اللي موجوده عندي انا هعمل حاجه ثانيه للديدلوك. اوكي، تعال نشوف what else can we do to handle deadlock. احنا شفنا الطريقه الاولى اللي هي deadlock prevention. اوكي، ان انت بتمنع deadlock اصلا من ان هو يحصل، بتمنعها اساسا from the start، بتشيل واحده من الاربعه conditions اللي موجودين عندي دول such that it is impossible for deadlock to happen. deadlock مش هيحصل. اوكي، طيب، وزي ما شفنا دي very expensive بالذات resource usage، لو انت هتكسر مثلا circular weight pattern فهي مش not feasible في general purpose systems، general purpose computers. يعني في الحالة دي لازم يبقى عندي mechanisms تانية عشان أعرف handle deadlock في الأو اس لو مش هعرف أعمل prevention. There are actually two different mechanisms. الأولى بنسميها deadlock avoidance، والتانية بنسميها deadlock detection and recovery. السهلة فيهم ال deadlock detection recovery، من اسمها كده ايه اللي هيحصل؟ هيحس ان في deadlock فهي recover. برافو عليك. الاول انا هسمح ل deadlock يحصل. في ال prevention اللي هو deadlock prevention احنا لسه متكلمين عليها، انت اليوم كانت تسمح ل deadlock يحصل، you will not allow deadlock to happen. اوكي، لكن في ال deadlock detection and recovery هسيب deadlock لغاية لما يحصل، احس ان هو حصل، وبعد كده recover بالسيستم. اوكي، فده deadlock detection and recovery. طيب deadlock avoidance، ايه بقى حكايه deadlock avoidance دي؟ اسمها ambiguous شويه، مش واضح قوي ايه هي. هي it is between deadlock prevention و deadlock detection and recovery. في deadlock prevention انت منعت deadlock يحصل عشان شلت واحده من اربعه conditions دول. في deadlock detection and recovery لا، انت سمحت deadlock يحصل، سايبه، ولما يحصل هتشوفه وتريكفر منه. طب بسألك سؤال ده just for fun، مادام هنا ديدلوك هيحصل يبقى معناها الكونديشنز دول هل حد منهم هشيلهم ولا هسيبهم زي ما هم؟ زي ما هم، سيبهم زي ما هم. اوكي، because I am allowing the possibility of deadlock I leave it until it happens. When it happens I recover. deadlock avoidance is slightly different. انا بسيب الاربع conditions برضه، يعني الاربع conditions دول موجودين. اوكي، موجودين، يعني deadlock ممكن يحصل بس ما بستناش لغاية لما يحصل، بمونيتور السيستم ليه مش عايزة مونيتور سيستم اهو and prevent any action that may lead to deadlock. اوكي، يعني في deadlock avoidance انت هتسيب الاربع conditions موجودين فdeadlock ممكن يحصل، بس انت هتمونيتور، هتراقب السيستم، ولو قربت لسيناريو معين ممكن يوصلك للdeadlock انت هتمنع السيناريو ده ان هو يتم. دي مفهومه ولا لا؟ حلو حلو. انا بحب دايما لما اشرح الحته دي، بالتالي انتوا مش محتاجينها بس اقولها برضو عشان انا دايما بقولها، فتقليد بقى بقوله في كل المحاضرات بتاعي. بحب اشبه الديدلوك بالسرقه. اوكي، وانت ممكن تحل السرقه بثلاث طرق مختلفه. اول حاجه البريفنشن، تمنع السرقه، تشوف ايه هو الكوز، ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي للسرقه اللي هو زي الاربعه دول. اوكي، وتشيل السبب ده من المجتمع اصلا. اهم سبب للسرقه عدم المساواه، صح؟ فانت لو شلت عدم المساواه انت بتعمل سرقه بريفنشن، مفهومه دي؟ طيب شلت واحده، ممكن شلت السبب. طيب avoidance، ازاي ممكن اشبه avoidance deadlock avoidance في السرقه؟ في الديدلوك avoidance او في السرقه avoidance انت سايب عدم المساواه موجوده في المجتمع. في ناس غنيه قوي بشكل متخلف وناس
فقيره قوي بشكل terrible يعني. فانت سايب الكونديشنز موجوده بس بتمونيتور، انت حاطط حارس، حاطط حارس على الباب. ولاحظ هنا انا بقول لك في الستيتمنت انا كتبته prevent any action that may lead to deadlock. طيب يعني الديدلوك ما حصلش، يعني السرقه ما حصلتش، بس انت لو شكيت ان واحد شكله كده كده مش عاجبك قرب على البيت، هتمسكه وتقول له لو سمحت روح في حته تانية. شفت الافويدنس بتشتغل ازاي؟ قبل لما يحصل، انت مش هتستنى لما السرقه تتم، او مش هتستنى لغايه لما الديدلوك يحصل، انت هتمونيتور السيستم، ولو لقيت احتماليه ديدلوك يحصل موجود انت هتوقف السيستم، هتقول له سوري ما تعملش الخطوه اللي جايه دي. لو عملت الخطوه اللي جايه دي انت هتؤدي الى ديدلوك. طيب الديدلوك ديتكشن اند ريكفري بشبهها بالسرقه ازاي؟ ان بسيب السرقه تحصل، مش حاطط حارس، بخليها تحصل، وبعد لما تحصل بعمل انفستيجيشن. البوليس بيجي يعمل انفستيجيشن ويكتشف مين اللي سرق الحاجه ويرجعها تاني. اوكي، فده ال 3 different intellectual ways to handle deadlocks: prevention, avoidance, detection and recovery. عشان detection and recovery اسهل، تعال نبدا بيها ونرجع تاني بعد كده للavoidance. avoidance فيها algorithm اسمه bankers، bankers algorithm. وده هطلبه منك تعمله لي كود وتقدمه لي، وده هيبقى العشر درجات التانية بتاعت السامنز. اوكي، يعني احنا اوريدي دلوقتي هيبقى عندنا 10 درجات في الكويز بتاع بكره. خليكم فاكرين الكويز بتاع بكره يا شباب، ما تنسوش. اوكي، في عندنا الكويز بتاع بكره فيزيكلي، هتيجوا تمتحنوه عندي هنا في المكتب. ده هيبقى اول 10، الناس اللي عملت بونص اخذت ال 10 بتاعتها الثانيه. مش عايزين تكتبوا الكود، اوكي، بس افضل تلاقي تكتبوا الكود يعني. وال 10 الثانيه هتبقى على برنامج بتاع البانكرز الجوريزم اللي هو بيعمل ديدلوك افويدنس. هتقدمه لي كود وهدي عليه ال 10 درجات الثانيه. طيب تعالوا الاول نتكلم على الديدلوك ديتكشن اند ريكفري، وبعدين نرجع للديدلوك ديتكشن. طيب الديدلوك ديتكشن اند ريكفري معناها ان انا هديتكت ان ديدلوك حصل. اوكي، ديدلوك ديتكشن اند ريكفري، actually it will happen in two steps. اول حاجه suspect that deadlock has occurred. 3 steps. Verify that deadlock exists. اخر حاجه recover from deadlock. اسالكم سؤال يا شباب، suspect that deadlock has occurred، شك ان deadlock حصل، ايه اللي يخليني اشك ان deadlock حصل؟ دكتور، هي دي اللي بنستخدم فيها في شويه في الحاجات الهاردوير اللي بيبقى فيها اللي هي الواتش دوك تايمر، عشان بنستخدمه نريكفر من الديت لوك. هو انا عملتها في البروجكت بتاع المايكرو، يعني كنت محتاج حاجه عشان كده. اوكي، هو الواتش دوك اسينشلي بي واتش كونديشن ماين ويتريجر حاجه، مش لازم تبقى ديد لوك. هو يعني انا لما بعمل له فيد لاول مره للتايمر لازم اقعد اعمل له فيدنج لكل بعد ما يخلص كل مرة. فلو حصل عموما الجنرال يوز بتاعه، لو مثلا حصل مال فانكشن لاي سبب بقى مش شرط ديدلوك، وانا الفانكشن المال فانكشن دوت ما خلانيش اقدر اعمل له فيدنج تاني، فهو بيريسيت السيستم من نفسه. اوكي، that's one possible way to do it. بس انا استاذنك كان دلوقتي، yes I understand you, that's perfect, but that's a hardware feature and I don't think it would be a good idea to put this hardware feature on computers. يعني ممكن الكمبيوتر كده كل شويه تلاقيه بيستارت نفسه وانت قاعد قصاده. اوكي، okay؟ لا انا بتكلم على الاو اس. بص على نظام التشغيل، نظام التشغيل ازاي يشك ان في ديدلوك في رايك؟ ايه اللي هيشككه ان في ديدلوك؟ مثلا في ما فيش حد بيشتغل ما فيش حد بيشتغل خالص، يعني كلهم بلوكد ومستنيين ريسورسز من بعض او مستنيين بعض يخلصوا، فما فيش حد اوكي. بس استاذنك هعيد صيغتها شويه. Some processes have been blocked for a long period of time. Not all. لو all الدنيا راحت في داهيه مش عارف اشتغل حاجه. بس some processes لازم تبقى اكتر من واحد، عشان لو واحد بس وبقاله فتره مش شغال، في احتمال يبقى فيه ديدلوك؟ لا، برافو عليك.
عشان الديد لوك لازم يبقى فيه تو بروسيسز، واحد مستني الثاني والثاني مستني الاول، مستنيين بعض. اوكي، فلازم عشان يسسبكت ان البروسيس ان في ديد لوك عندي في السيستم، شويه سب سيت من البروسيسز الموجوده عندي في السيستم تبقى بقى لها فتره موجوده في البلوك ستيت. في الحاله دي بيشك. طب قول لي ازاي افيريفاي؟ تقدر تقولها لي؟ لو قلتها لي صح دي تبقى تاخد درجات. انا ممكن اكون بقوله، انا ممكن اكون بمونيتور الريسورسز واشوف يعني مين بيريكوست اني ريسورس عشان وعلى اساسه اقرر. طيب ازاي يعني؟ اديني الجوريزم. يعني انا هكون عندي يعني كل بروسيس هتقول لي بتقول للاو اس هي بتريكوست اني ريسورس، وعلى اساسه لما الاقي اتنين ريسورسز ريكوست زي بعض والاتنين يعني ده مستني ده، ساعتها هقدر افيريفاي ان في ماشي. قول لي ازاي هيفيريفاي ان ده مستني ده؟ الجراف اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه نتاكد ما فيهوش سايكلز. باشا هديتكت سايكلز في ريسورس الوكيشن جراف. ديتكت سايكلز في ريسورس الوكيشن جراف. اوكي، ادخل على ريسورس الوكيشن جراف واتاكد ان هي ما فيهاش سايكلز. طب ازاي اتاكد ان ما فيهاش سايكلز؟ بص يا باشا، او ازاي اتاكد ان فيها سايكل؟ خلي بالك، او اختار واحد. مش انا قلت لك هنا ان في كذا بروسيس من البروسيسز اللي موجوده عندي بقى لها بلوكت فتره طويله، ده اللي خلاني اشك. هاخد واحده من البروسيس دي فليكن بي 1 واشوف هو ماسك اني ريسورس. هستاذنك، فين في الاو اس ابص عشان اعرف بي 1 ماسك اني ريسورس؟ بي سي بي. بي سي بي يا باشا، برافو عليك. اقوم باصص على البي سي بي اشوف هو ماسك اني ريسورس. هنفترض انه ماسك ار 1، اقوم رايح لار 1، وبعد لما اروح لار 1 اشوف ايه البروسيسز اللي مستنيه ار 1. هشوفها منين؟ فين الكيو بتاعها في الويتنج ليست؟ او ماي جاد، برافو عليك. الكيو بتاعها، مش احنا اتفقنا ان كل ريسورس من الريسورسز الموجوده عندي دي كيو خاص بيه متخزنه فيها البروسيس اللي عايزاه؟ ابص على الكيو ده اشوف مين اللي على الوش واروح له. طيب لما هروح له اشوف البروسيس اللي انا رحت له ده ماسك اني ريسورس، ازاي هشوف لو ماسك اني ريسورس؟ من فين؟ بي سي بي. البي سي بي، قوم رايح لده، وبعدين ابص على الويتنج كيو بتاع ده اشوف هو مين مستنيه. لو رجعت لنفس النقطه اللي انا بدات فيها يبقى انا عندي سايكل، يبقى انا عندي ديد لوك. شفت الالجوريزم بيشتغل ازاي؟ شفت الالجوريزم بيشتغل ازاي؟ باخد بروسيس من البروسيسز، ابص على البي سي بي بتاعها يوديني الريسورس، ابص على الويتنج كيو بتاع الريسورس يوديني للبروسيس، ابص على البي سي بي بتاع البروسيس يوديني للريسورس، ابص على الويتنج كيو بتاع الريسورس يوديني للبروسيس. لو رجعت لنفس النقطه اللي انا بدات فيها انا عندي سيركل، عندي سايكل، يبقى انا عندي ديد لوك. اوكي، يبقى دي فيريفاي ديد لوك ذس باي تشيكينج for cycles in the RAG. تعرف RAG يعني resource allocation graph. طيب بعد كده بقى في رأيكم ازاي اريكفر من الديدلوك ده بقى؟ terminate واحد من البروسيسز دول. terminate one of the processes، ونيجي بقى ندسكس مع بعض اني واحد فيهم terminate في رأيكم؟ البلوكت، ما كلهم بلوك. اثنين بلوك. اه صح. عندها less priority مثلا؟ One possibility priority. بالpriority، برافو عليك. ايه possibility تاني؟ اللي هتاخد وقت اطول اعمل لها termination الاول واخلص الصغيره مثلا. حلو، انت على ال execution time. بس دي فيها مشكله صغيره بس يا عمر، ان انا كده محتاج ابص على الفيوتشر، محتاج اشوف المستقبل بس. اوكي، terminate a larger execution time. بس مش بيقدر يستميت البروسيس بتاخد قد ايه مثلا؟ he can't يعني عشان كده فيها مشكله. دي ترجع تاني لنفس المشكله اللي قلتها في الالجوريزم، هي الهولتنج بروبلم. you generally cannot estimate ahead of time الاكسكيوشن تايم بشكل عام. ف in general
طبعا في سبيشال كيسز ممكن لو البرنامج سهل قوي وما فيهوش برانشنج كتير يو كان دو ات، بس ان جنرال اتس نوت دوبل. بس احنا قلناها واتس ا بوسيبل ريزن. ايه حاجه تانيه؟ اديني حاجة ليها ميك سنس، لو شلتها هتفك ديد لوكس كتيرة. مين اشيله عشان افك لو كان في مالتيبل ديد لوكس؟ مين اشيله عشان ها اللي طالبة resources أكتر. بالظبط remove process that has most resources. كل واحدة من اللي احنا قلناها دي، من الحاجات اللي احنا قلناها دي فيها عيوب. انا مش هقول العيوب. ليه مش هقول العيوب؟ هحتفظ بالعيوب اسالك فيها في الامتحان. Each one of them ادي لك example الموست obvious. انا قلت لك شيل البروسيس اللي ماسك اكتر ريسورسز عشان افك اكتر او as many deadlocks as possible. قصاد كده هخسر ايه؟ اكبر ريسورس، اكبر بروسيس، مش مهم ما توز يعني اكبر هخسر ايه؟ او البرايورتي يعني. ممكن تبقى بروسيس مش مهمه قوي بس ممكن تبقى سوري ممكن تبقى بروسيس مهمه قوي بس هي اول واحده اتعمل لها ترمينيشن عشان هي كانت I cannot طالبه. object. I cannot object. أنا ما أقدرش أعترض على ده عشان هي فكرة صح، هي مش في مخي، بس ما أقدرش أعترض عليها إن هي صح. ممكن تكون الـ process اللي ماسكة أكتر resources هي عليها أعلى priority. Which actually makes sense عشان لو كان ليها أعلى priority لو اتنافست مع ناس هي تاخد resources الأول. فممكن السبب إن هي أخدت أكتر عدد resources إن priority بتاعتها عالية. ما أقدرش أنفي الحتة دي بشوية. بس ده ما كانش اللي في مخي. اللي كان في مخي بصراحة إن لو أنا شلت الـ process اللي ماسكة أكتر resources انا هخسر اكتر كميه شغل حصل. ان كل ريسورس من الريسورسز اللي انا ماسكها انا عامل عليها شغل. فلو كان الريسورسز اللي موجوده عندي كتيره انا استخدمت كذا ريسورس يبقى انا عملت كميه شغل كتير. فانا لو قتلتها انا هخسر. I will lose a lot of work. I will waste work تم قبل كده. ده اللي كان في مخي. بس انت اللي قلته ما اقدرش انفيه باي شكل. صح. انت ممكن البروسيس دي تكون عشان هي اخذت يعني السبب اللي مخليها عندها اكتر عدد ريسورسز ممكن مش بالضروره بس ممكن تكون ان ليها اعلى برايورتي. ممكن سبب تاني تكون هي طماعه ليها برايورتي قليله بس طماعه فطلبت ريسورس كتيره واخدتها محدش نافسها. لكن سبب من الاسباب ممكن يكون ان البرايورتي بتاعها عالي فعشان كده اخدت الريسورس دي كلها كسبت المسابقات كلها واخدت الريسورسز دي فلما قتلها انا كنت ممكن اكون بقت الاعلى برايورتي. حلوه بشوي الفكره دي. اي لايك ات. وده المناقشه اللي احنا عملناها دلوقتي وديك انا محتاج ايه في الامتحان بتاعي. انا لو اديت لك اي بوليسي من البوليسيز المختلفه دي وطلبت منك تقول لي ايه الادفانتجز ديس ادفانتج بتاعتها انا عايزك تفكر زي ما انتوا فكرتوا دلوقتي. طلع لي لوجيكال ريزونز ليه التكنيك ده يبقى كويس وليه التكنيك ده يبقى وحش. انا كنت بقولها في السمر للعيال طول الوقت وهبتدي استخدم معاك نفس المصطلح. انا ما اعرفش انتوا وانتوا صغيرين قريتوا كتاب بتاع جولدي لوكس اند ثري بيرز؟ حد قراه؟ اوكي. فاكر القصه ان كان جولدي لوكس كان في مثلا دخلت في بيت وكان في ثلاث كراسي واحد كبير قوي واحد صغير قوي وواحد جاست رايت صح؟ فا يوجوالي لما اقول لك جولدي لوكس سولوشن يعني جاست رايت سولوشن يعني سولوشن صح في كل حاجه. وفي الاو اس وفي معظم الهندسه ذير از نو جولدي لوكس سولوشن. ما فيش ولا واحده من السولوشن دي which is perfect. كل سولوشن ليها advantages و disadvantages and a set of trade-offs. وانت كراجل بتديزاين الاوبريتنج سيستم هتختار any trade-off مناسب بالنسبه لك. There are no Goldilocks solutions in operating systems. There are no Goldilocks solutions in engineering in general. Okay, هندسه is a science of controlled uncertainty. احنا عندنا uncertainty كتيره احنا بنتحكم فيها نقلل uncertainty ونطلع the best possible solution من وجهة نظرنا with a set of trade-offs. ال trade-offs دي بالنسبة لنا احنا ممكن تبقى acceptable بالنسبة لحد تاني ممكن تبقاش acceptable. Okay? This is very important. خليها في مخك عشان ليها ال concept ده بينطبق على كل اللي هنعمله في الكورس. اقول لك حاجة، عارف ويندوز بتعمل اي واحدة من دول؟ الناس اللي استخدموا ويندوز كتير ممكن هيقولوا لي هي ويندوز تعمل اي واحدة في دول؟ Detection and recovery. Detection and recovery صح. لا بس انا قصدي اني واحده من البوليسز بتاعت ال terminating processes. حصلت لك قبل كده الكمبيوتر ما كانش بيرسبوند؟ اكيد.
كتير. ولما حصل ايه ويندوز ادانا ايه؟ هو بيستنى يقول لك these programs are not responding. Do you want to terminate or wait؟ صح مش متأكد، أكيد الدكتور رسالة. طيب عارف ده معناها إيه؟ ساب اختيار أقتل البروسيس ولا لأ لليوزر عشان ما ياخدش responsibility، عشان ما ياخدش هو ما يعني هو مش هياخد القرار بالنسبة لك أنت، ولا هيشيل البروسيس اللي ليها أعلى resources ولا ليها أعلى priority ولا الأكبر في الإكسكيوشن تايم. لا هو هيسيب الاختيار لليوزر. وthis is a policy which makes a lot of sense for Windows، عشان Windows is user oriented، انت قاعد قصادها. بس لو انا بتكلم في embedded system زي المارس روفر، هل في حد هيختار البروسيس اللي يقتلها؟ لا. ففي الحاله دي if you're going to allow deadlock، انت اللي لازم تكتب الكود اللي يختار واحده من البروسيسز يقتلها. في معظم الامبيدد سيستمز، مش بس يعني الامبيدد سيستم، حتى في العربيه بتاعتك لو حصل فيها deadlock الكمبيوتر لازم يختار مين اللي يقتله. هيختار بين مثلا الالكترونيك باور ستيرنج ومثلا الاي بي اس بريكنج، او الالكترونيك باور ستيرنج والكلايمت كنترول، التكييف اللي عندك كل زون ليه تكييف مختلف. هتيجي لحظه لو حصل الديدلوك انت مش هتحس بيها عشان هتبقى وقتيه وهيريست يصلح نفسه، بس هتيجي لحظه لو حصل الديدلوك هيقتل البروسيس يريكفر ويرجع تاني شغال بدون ما انت تعرف. يو ويل نوت تشوز، عشان السيستم ده امبيدد. لكن في البيرسونال كمبيوترز بالذات في الويندوز، عشان ويندوز از ميلي يوزر فيسنج، يعني هي مش بتتحطش في سيرفرز، اتليست الفيرجن بتاع ويندوز اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في فيرجنز للسيرفرز، بس اللي احنا بنستخدمها دلوقتي قصادنا البيرسونال اديشنز والبروفيشنال اديشنز ار نوت مينت فور سيرفرز، ذي مينت تو فيس ذا يوزر. فهو عشان يريح اليوزر بيدي اليوزر الاختيار، اختار بقى انت هتقتل مين، انت اللي تختار عشان انت اللي هتلوز الداتا، اختار بقى هتلوز اني واحده منهم بالنسبه لك less important. Okay, thank you very much. فدول التلاتة steps الموجودين في ال deadlock detection and recovery، ودول ال decisions الموجودة فيها. نروح لآخر حاجة deadlock avoidance، هخلصها وأقفل المحاضرة عشان as usual حد من الناس اللي في الكلية عايزيني أنزلهم، حد من الناس المهمة يعني. I'm sorry, I apologize. بس هو انا كده كده انا كنت عامل حسابي المحاضره دي على الديدلوك، احنا ماشيين كويس، احنا ماشيين بسرعه، ف وي فينيشينج المنهج اون تايم، ما تقلقوش. ديدلوك افويدنس، ديدلوك افويدنس يا شباب مختلفه عن كل التكنيكس اللي فاتت، ان انا بسمح لديدلوك يحصل بس بمونيتور السيستم، بفضل امونيتور السيستم الموجود عندي واركز معاه. لو لقيته رايح اتجاه ديدلوك اوكي بوقفه. أستأذنك أنا هفتح دلوقتي براوزر وافتح الشيرينج أهو مع السكرين 2. أوكي شيل الأتندنس من سكرين 2. شايفين يا جماعة البراوزر؟ أوكي تعال ندخل بانكرز، أهي بانكرز algorithm deadlock avoidance، اهو بانكرز algorithm. ولا بقول لك ايه، تعال نجيب دي السكرين 1 ثانيه واحده، معلش اغير الشيرنج دلوقتي ثانيه واحده، جيب الاتندنس بتاعكم من الناحيه دي سكرين 1 عشان بس التالي التابلت بتاعي بيكتب على سكرين 1 بس. اوكي بصوا شباب، الفكره بتاعت البانكرز الجوريزم، الفكره بتاعت البانكرز الجوريزم جايه من الطريقه البنوك بتشتغل. هو البنك بيشتغل ازاي؟ البنك اللي موجود عندي، اي بنك من البنوك، انا حطيت لك اللينك اهو جوه الـ جوه الوان نوت عشان لو حبيت ترجع لها تاني. تعال نفتكر البنك بيشتغل ازاي. هو البنك انت لما تيجي بتحط فلوسك هو بيدي لك انترست ازاي؟ يعني هو ازاي بيدي لك فلوس على الفلوس اللي انت حطيتها؟ حد يعرف؟ تتحسب يعني بالانترست ولا؟ تمام، بس هو بيجيبها منين؟ يعني هل بيخلق الفلوس دي من الهواء؟ يعني بيديك فلوس على اساس ايه؟ ايه اللي بيعمله بيولد فلوس بيخليه يقدر يدي لك فلوس؟ مش بيعمل مشاريع. برافو عليك، برافو عليك. هو بياخد الفلوس دي ويسلفها لحد تاني يعمل مشروع، للشركه هتعمل بروجكت، لشخص عايز قرض للحكومه،
ياخد الفلوس دي ويشغلها في السوق وياخد فلوس ويقبض فلوس، ولما يقبض فلوس بيدي لك جزء من الفلوس ده اللي هو الانترست ريت بتاعك، والباقي بتبقى الارباح بتاعته بيحطها لنفسه. اوكي، المهم اللي انا عايز افهمه لك ان لو اي لحظه من اللحظات كل الناس اللي حطوا فلوسهم في بنك، اي بنك من البنوك مهما كان بنك قوي، راحوا البنك وكلهم قرروا يسحبوا كل فلوسهم اللي حاطينها في البنك، هل الفلوس دي تبقى موجوده؟ لا 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 لا، والبنك هيقع. ده اللي بيسموه بانك رانز. اوكي، انت لو كل الناس دلوقتي راحت عشان تسحب كل الفلوس اللي هي عايزاها، مش هتلاقي الفلوس اللي هي عايزاها في السيستم. اوكي، البانكرز الجوريزم واخد الايحاء بتاعه من الفكره دي، بس هو حاول يعمل بنك سيف شويه. يعني يعمل بنك سيف شويه، يعني بيحاول يجارنتي لو كل الناس طلبت كل الريسورسز بتاعتها اللي هي تناظر الفلوس في نفس التوقيت، تقدر تديها للناس دي. اوكي، ولو جه طلب حد طلب كارد، يعني حد طلب يشيل شويه ريسورسز من البنك، لو بعد لما اشيل الريسورس ده من البنك لو كل بقيه الناس حاولت تاخد فلوسها وما نفعش، يبقى انا مش هدي الكارد للشخص ده تاني. لو في حد جه حاول ياخد فلوس من البنك، عايز يسحب فلوس من البنك، قبل لما اديله الفلوس دي هعمل حسبة على الورق كده على جنب كده، لو اديت له الكارد ده وكل الناس اللي هم زباين عندي حاولوا يسحبوا كل فلوسهم من البنك، هيقدروا ولا ما يقدروش؟ لو هيقدروا هديله الكارد، لو مش هيقدروا ها شدي هول مش هديله الكارد. نفس الفكرة، الاوبريتنج سيستم بتعمل نفس الفكرة، بس بدال فلوس احنا بنتكلم على ريسورسز. لو جه برنامج من اي برامج اللي موجودة عندي في الاوبريتنج سيستم وطلب ريسورس، قبل لما اديله الريسورس فعليا هعمل حسبة على الورق، لو كل بقيه الريسورسز كل ما تبقى من بقيه الريسورس البروسيسز اللي موجوده عندي طلبت كل الريسورسز اللي هي محتاجاها في المطلق، لو عرفت اديلها الريسورسز دي يبقى اوكي البرنامج اللي كان جاي يطلب ريسورس ده هديهوله. طيب لو بقيه الريسورس البروسيسز اللي موجوده بعد لما اطلع الريسورس اللي كان مطلوب مني اللي هو البروسيس جت طلبت ريسورس، لو اديته لها، لو كل بقيه البروسيسز اللي موجوده عندي مش هتعرف تاخد الريسورسز بتاعتها لو طلبتها، انا مش هطلع الريسورس ده اصلا. مفهومه دي ولا لا؟ انا خايف اكون لخبطت لكم. مفهومه؟ وانا فاهم يعني، بحاول اكون فاهم غلط يعني. طب انا كده لو، طب ما كده في resources mutually exclusive، فانا كده مش هقدر اديها يعني. لو انا يعني لو انا هدي resource لحد ال process، ال process التانية مش هتقدر تاخده. اوكي، انت صح، بس انت فهمت الفكره الاول، بعد كده نتكلم في الحته دي. انت فهمت الفكره؟ اه اوكي، طب نتكلم في الحته دي. اللي انت بتقوله ده لو الاسامبشن ان في عندك ريسورس واحد من كل نوع، اوكي، يبقى اللي انت بتقوله ده ينطبق، ان انت لو عندك ريسورس واحد من كل نوع وشلته خلاص، اصلا لو اي حد طلب ريسورس ده مش عارف يشتغل. بس هو الاسامبشن في البانكرز الجوريزم او في معظم الكمبيوتنج سيستمز ان انت عندك مالتيبل ريسورسز اوف ذا سيم تايب. For example لو انت بتتكلم على CPU you have like multiple cores، لو بتكلم على memory I have many memory locations، لو بتكلم على مثلا files I have multiple files. اوكي، في resources انا عارف متفق معاك ان في نوع واحد منها، يعني for example ال printer، في printer واحد، very unlikely انت توصل اتنين printers على الكمبيوتر بتاعك. بس in general كل resource من ال resources الموجود عندك ممكن يكون عندك multiple instances منه. فهمت اللي انا بقوله بشوية في دي؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض البانكرز الجوريزم بيعمل الكلام ده ازاي. انا هبتدي اكتب على الشاشه اهو، سكرين سكتش. اوكي، في شويه ريكويرمنتس لازم تكون موجوده عندي في السيستم عشان اقدر اطبق الفكره دي. اول حاجه، اول ريكويرمنت يكون موجود عندي انبوت للالجوريزم التوتال نمبر اوف ريسورسز ان السيستم، يعني السيستم ده على بعضه ايه هي الريسورسز اللي فيه وكل واحده منها عندي كام انستنس منها. For example بص عندي هنا، شايف الريسورسز اللي موجود عندي A B C D. اوكي، دول الريسورسز. يعني for example ممكن نفترض ان A هي عدد البرنترز، B السكانرز، C مثلا ايه الفايلز، D مثلا I don't know حاجه تانية. اوكي، والرقم الموجود عندك هنا هو عدد الانستنسز اللي موجود من كل ريسورس، يبقى انا عندي 6
من ريسورس A، وخمسة من ريسورس B، والسبعة من ريسورس C، والستة من ريسورس D. أوكي؟ مفهومة دي ولا لأ؟ Very good. يبقى ده أول حاجة موجودة عندي. على فكرة دي سهلة قوي لو operating system أول لما تشتغل، سهلة قوي تقدر تبقى عارفة إيه هي الريسورسز الموجودة عندها. طيب إيه البارامتر التاني الموجود عندي أو يبقى لازم يبقى given في الحاجة دي، اللي هو الـ available resources. إيه هو الـ available resources؟ الـ resources اللي موجودة في السيستم اللي غير مستخدمة. اللي غير مستخدمة يعني إيه غير مستخدمة؟ يعني لسه free وممكن حد تاني يستخدمها. ودي برضو سهلة قوي ممكن تستنتج. إزاي ممكن تستنتج؟ أشوف كل process ماسكة إيه و perfect. أشوف كل process ماسكة إيه وأطرح total من من هنا يديني الـ available resources الموجودة عندي. حد عنده اعتراض في دي؟ تمام. Very good. طيب برضو دي سهلة قوي، دي سهلة قوي تبقى موجودة عندي. ايه هي السهلة تبقى موجودة عندي؟ ال currently allocated resource. ال currently allocated resources هو resources اللي processes فعليا او هم processes اللي موجودة عندي فعليا ماسكينهم دلوقتي. مين ممكن يقول لي دي هجيبها من فين؟ ايه data structure اللي ممكن يقول لي المعلومة؟ هقول سوري البي سي بي بتاع البروسيس ده. البي سي بي، برافو عليك. البي سي بي هيديني المعلومه دي، يقول لي بي 1 عندها واحد من ايه، 2 من بي، 2 من سي، 1 من دي، وهكذا. يتبقى يا باشا اخر حاجه، واخر حاجه دي I am sorry to say in according to the halting problem هو مش سهل تبقى موجوده. اوكي ممكن احط very worst case estimate ليها، بس هي in general مش سهل تبقى موجوده. اوكي الماكسيمم ريسورس نيد، الماكسيمم ريسورس نيد بيقول كل بروسيس من البروسيسز دول في الورست كيس سيناريو محتاجه كام من كل ريسورس. يعني هنا في المثال ده P1 محتاجه توتال كام من ايه؟ 3. هي عايزه 3 من ايه توتال، ومن B عايزه 3، ومن C عايزه 2، ومن D عايزه 2. زي ما انا بقول لك this is a worst case estimate. لو كانت واحدة من requests دي جوه if statement ممكن ما تحتاجش تلاتة، ممكن تحتاج اتنين بس ده worst case estimate. وانا مضطر استخدم ال worst case estimate عشان انا مسبقا قبل ما execute ال program انا ما اقدرش اعرف اذا كانت ال if statement هتتاخد ولا لا. اوكي من ال halting problem اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. فهي دي لغاية دلوقتي هي الحتة الوحيدة اللي فيها بعض المشاكل. اوكي بس زي ما اتفقت معاك you can put a worst case estimate. يعني ايه you can put the worst case estimate؟ انت ممكن تفترض ان الكونديشن هتتحقق فانت هتحتاج الريسورس، وبعد كده بعد الافتراض ده ممكن بعد لما تشتغل ما تحتاجهوش، بس انت حطيت الافتراض ان انت ممكن تستخدمه. اوكي الناس حاطط لهم علامه على الباب ان انا عندي محاضرات توقيت معين ما حدش يخبط، يخبطوا يفتحوا الباب. يعني مش عارف انا اقول ايه، مش عايز اغلط بس عشان انا بسجل. سمع علينا. طيب فده الايه الحاجات اللي بتبقى given. بعد لما الحاجات دي تبقى given ال 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 ال, ال ساعدني ربنا يساعدك ال operating system بتبتدي تستخدم المعلومات دي عشان تعرف إذا كانت system ممكن تقرب على deadlock ولا لا. لو أنت فاكر وأنا بشرح في البداية أنا قلت لك إن bankers algorithm يبقى triggered لو حد حب يستلف من إيه من السيستم. يعني إيه حب يستلف؟ حد حب يعني ايه حد حب يستلف من السيستم بالنسبه للاوبريتنج سيستم؟ يعني حد هياخد ايه؟ ريسورس. فلتس اسوم هنا P1 requests one more of A. اوكي يبقى P1 طلبت one more من A. اول لما طلبت one more من A كل القيم اللي موجوده عندي او اغلبيه القيم اللي موجوده عندي دي هتتغير. طبعا التوتال ريسورسز هتفضل زي ما هي مش هتتغير، لكن الافيلبل ريسورسز ما دام انا خدت واحد من ايه يتبقى كام واحده؟ اثنين 1 1 2. طيب وفي ده هيتغير برضو دول الالوكيتد. الالوكيتد هتزيد ولا تقل؟ انا خدت واحده هتزيد واحد. هتزيد. اوكي فهتبقى البي 1 هيبقى الاي بتاعها كام واحده؟ اثنين، ودي اثنين، ودي اثنين، ودي واحد، ودي واحد، زيرو، ثلاثة، ثلاثة،
دي واحد اتنين واحد زيرو. خلي بالك خلي كل ماكسيمم ريسورسز طبعا مش هتتغير، عشان ماكسيمم ريسورسز ده الاستيميت بتاع الورست كيس سيناريو، فمش هتتغير. الورست كيس سيناريو بعملها اول مره وخلاص. خلي بالك بس حاجه مهمه قوي، انا هنا بقول لك P1 requests one more of A. انا قبل لما هديلها ايه، قبل لما هديها لها انا هعمل الحسبه دي. يعني الحسبه اللي قصادك دي بتتم قبل لما اسمح لها تاخد ايه ولا لا. يعني الحسبه دي على الورق الجوريزم، انا مش فيزيكلي بدلها ايه، انا بفترض اديت لها ايه وبشوف اذا كانت بعد لما هديلها ايه ممكن يحصل ديدلوك ولا لا. استاذنك من الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده، انا قلت امتى بفترض ان هي ممكن تحصل فيها ديدلوك وتبقى انسيف؟ لو كل البروسيسز اللي موجوده عندي طلبت ايه، طلبت الريسورسز بتاعتها في نفس الوقت، كل الريسورسز الباقيه لها دلوقتي، انا عايز حقي، اديني حقي. لو ما عرفتش تاخد حقها يبقى البروسيس ده ممكن يبقى فيه ديدلوك، وبنسمي ده انسيف. طيب لو كل البروسيسز يعرف تعرف تاخد ال المتبقي ليها بسمي الستيت دي سيف، وفي الحاله دي مش هيحصل ديدلوك. ولو كانت الستيت سيف الكونسيكونس او النتيجه ان انا بسمح ل P1 تاخد ايه؟ ها؟ ال A. طب لو unsafe مش هديها الريسورس، هديها ال A، مش هديها الريسورس. ده الهدف، كل الكلام ده حسبه، ده مش حقيقه، ده حسبه بتتم عشان اعرف ادي P1 A ولا لا. اوكي؟ طيب عشان اعمل الحسبه دي انا محتاج اعرف remaining need. remaining need انا كتبت remaining غلط، انتوا فاهمين انا كاتب remaining معايا، كبروا دماغكم. طيب تعالوا نشوف الريميننج نيد بيتحاسب ازاي، او الكمبيوتر يحسبه ازاي. ده بيتحاسب بقى، كل اللي قبل كده كان جيفن، لكن الريميننج نيد هيتحاسب ازاي. احسب الريميننج نيد يا شباب؟ ناخد الورست كيس واطرحه من ال currently allocated. باشا برافو عليك، باخد الورست كيس اللي هو اللي انا هحتاجه في المطلق واشيل منه اللي انا عندي دلوقتي اللي هو current allocated. يبقى كده P1 الريميننج نيد بتاعها من ايه، كام حاجه؟ واحده. وهنا اثنين، واحدة برضو. ازاي هي عندها اثنين من بي وهي عايزة كم؟ ثلاثة. طيب سي زيرو. طب دي واحد. طب بي تو زيرو. اثنين زيرو. واحد. طيب بي تلاتة زيرو. واحد. أربعة. وزيرو. زي الفل. ده الريميننج نيد يا جماعة، يعني ده احتياجي اللي فاضل. والورست كيس اسامبشن بيقول لك ايه؟ ان انا عايز كل النيد بتاعي، عايزه كله دلوقتي، ادهوني دلوقتي. هينفع ولا لا؟ الالجوريزم بيشتغل كده، بيمشي على البروسيس واحدة واحدة ويشوف لو اديت لها النيدز بتاع، لو طلبت النيدز بتاعتها كلها دلوقتي تنفع ولا لا؟ لو ما تنفعش بروح للي وراها. لو بتنفع بفترض ان هي هتخلص، وبعد لما تخلص تعمل ايه؟ اي بروسيس بعد لما تخلص اللي كانت ماسكاه تعمل فيه ايه؟ ريليس، تريليسه. فاخد اللي كان ماسكاه وارجعه تاني في الافيلبل، ازود الافيلبل بمقدار اللي هيحصل له ريليس. مفهومه دي ولا لا؟ وابدا اعمل انا بريليس ليه او امتى؟ قول تاني يا باشا. انا بريليس ليه او امتى تاني في بريليس الالجوريثم ده؟ ببص على كل بروسيس، هل لو طلبت كل اللي عايزاه هتلاقيه ولا لا؟ لو مش هتلاقيه بمشي للبروسيس اللي وراه. طب لو هتلاقيه معناها ان هي هتخلص، صح؟ طب لما تخلص هتعمل ايه؟ هترجع اللي كانت ماسكاه. فلو البروسيس اللي انا واقف عليها في احتمال او it is possible ان هي تاخد كل الريسورسز اللي هي عايزاها من الافيلبل، اخليها تريليس كل اللي في ايديها. هتفهمها اكتر دلوقتي، تعال نمشيها خطوه خطوه. الطبيعي المفروض امشي P1 بعد كده P2 بعد كده P3، يعني امشي بالترتيب كده، بس انا همشيها بالعكس عشان انا لو مسيتها من فوق هتخلص في ثانيه، فانا همشيها بالعكس عشان تاخد فتره اطول. تعال نبدا ب P3. نبدا ب P3 يا شباب. P3 عايزه كام من ايه؟ زيرو. والافيلبل منها كام؟ ثلاثة. ايه يا عم؟ الافيلبل اثنين. اوكي؟ يعني اتس اوكي، ما فيهاش، هي مش عايزه حاجه اصلا. طيب عايزه كام من بي؟
واحد وفي كام available؟ واحد واحد برضه. ينفع ما فيهاش حاجه تاخدها وتشتغل. طب عايزه كام من سي؟ في كام واحده available؟ واحد واحدة بس. مش هتشتغل في الراوند ده، هسيبها. خلي بالك ممكن تشتغل قدام، لو كانت تشتغل خالص يبقى ديدلوك، لكن هو في طب هو احتمال تشتغل قدام. طب امتى تشتغل قدام؟ لو حصل ايه؟ سي ده حتى ما سي ريليس. برافو عليك، لو حد تاني خلص فعمل ايه؟ عمل ريليس. طب انا ريليس، فبقت سي زادت عن اربعه او وصلت لاربعه، فممكن دي تشتغل. طب طب انا سؤال هنا، آه. هو ازاي اصلا اديتها يعني ريسورسز وهي ما تقدرش؟ يعني دلوقتي لو طلبت 4 سي مش يعني مش هتاخد، مش انا ما هتاخد. اديتهاش حاجه يا باشا. هل لا في اللي انا قصدي بع... يعني هل في اللي انا ازاي بعمله دي؟ هل في اللي انا بعمله ده اديتها اي حاجه؟ لا لا مش دلوقتي، انا قصدي قبلها، ازاي سي راحت لحد تاني وان دي جزء من الريكوست او يعني من النيد؟ يعني ايه؟ يعني ايه سي راحت لحد تاني؟ يعني دلوقتي مثلا، يعني دلوقتي P3 currently allocated معاها واحدة والماكسيمم بتاعها خمسة، فهي لو مثلا 2 طلبت سي وساعتها في الريميننج نيد في أربعة لبي 3، فساعتها مش هتقدر تديها لبي 2. يا ابني يا ابني ليه؟ لو بي 2 طلبت واحدة وفي واحدة هتعمل ايه؟ ما هتبص على الريميننج نيد نو هتلاقي مش في هتبص على حد. لو بي 2 طلبت واحدة وفي واحدة افيلبل هتعمل ايه؟ هتاخدها خدها. وتشتغل. هو ما هو ازاي البروسيسز ما يبصوش على بعض يا بشوي. لا مش ال... ما هو مش الاو اس الاو اس لما في بروسيس بيطلب حاجه هي طيب انت عارف الالجوريزم ده بيتعمل امتى؟ ده لما بروسيس ريكوست ريسورس. ريسورس. يعني او بي 1 دلوقتي طلبت واحد من ايه؟ ماشي؟ بفترض تمام ان انا عملت ايه بشويه؟ بديها لها. وبعدين اعمل الالجوريزم ده. الالجوريزم ده لو في ترتيب معين، سيكونس معين من الاحداث تخليهم كلهم يخلصوا، انا هدي واحد لايه. بس انا عايزك تبقى فاهم كويس قوي ان الالجوريزم اللي انا بعمله دلوقتي مفيش حد بياخد فيه حاجه، مفيش حد بياخد فيه حاجه، ده على حبر على ورق، ده ايوه انا فاهم. الالجوريزم افتراضي بيحصل، ها، عشان يقول البروسيس ممكن تاخد بي 1، ممكن تاخد واحد من ايه ولا لا. اوكي، ولو اي بروسيس من البروسيس دول طلبت ريسورس والريسورس ده يكفيها هتاخدها، حبر على ورق، ملهاش دعوه بروسيس تانيه، هتاخدها. ايوه لو تمام. ما هو قدرت تخلص تعمل ايه؟ لو قدرت خلاص هتديها لها عادي. ترجع اللي في ايديها، ولما ترجع اللي في ايديها ممكن اللي رجعته ده يكفي حد تاني. ما تقوليش بقى لو اي بروسيس تانية طلبت سي همنحها، لا، لو اي بروسيس تانية طلبت سي وفي ما يكفيها هديهولها. ليه؟ عشان هو ده مش ممكن لما تخلص ترجع اللي اخدته زائد اللي كان معاها قبل كده، فيكفي مين؟ بروسس اللي قبله. البروسيس اللي قبليها. مفهومه دي بشوي؟ بشوي يعني ايوه ايه اللي انا يعني فيها؟ بص يا ابني، دلوقتي لو في بروسيس من البروسيسز دول طلبت سي والافيلبل سي ده يكفيها، هتدولها ولا لا؟ هتدولها طبعا. ليه؟ عشان لو اديته لها ممكن تخلص شغلها، ولو خلصت شغلها تعمل ايه بشوي؟ هترجعه تاني. ترجع اللي خدته لسه دلوقتي زائد اللي كانت واخداه قبل كده، فممكن اجمالي اللي كانت واخداه زائد اللي خدته لسه دلوقتي يكفي لما يرجع. ها، يكفي ال P3. بس كده. فانت ما تمام. تمنعش حد ياخد ريسورس لو الريسورسز اللي موجوده تكفيه، تديهوله وتخلص منه، عشان لو خلص هيرجع اللي معاه، وممكن البروسيس بتاع الترجيع اللي معاه ده يفك الازمه لبقيه الناس. مفهومه؟ اوكي، تعال نشوف بي 2، قولوا لي هتشتغل ولا لا وليه. طبعا تشتغل ولا لا حبر على ورق، في الحقيقه محدش بيشتغل دلوقتي، ده الجوريزم بيتنفذ في الاو اس. اوكي، فقول لي بي 2 تشتغل ولا لا؟ لا ليه؟ عشان محتاجة 2 من بي ومفيش افيلبل واحد بس. برافو، هي محتاجه 2 من بي وفي واحد بس، فدي مش هتشتغل.
طيب P1 اشتغل ولا ما اشتغلش؟ اشتغل اه. قشطه، عشان عايزه واحد من دي في واحد، عايزه واحد من دي في واحد، مش عايزه حاجه من دي مش مشكله، عايزه واحد من دي وفي اتنين، هتشتغل. طيب لما تشتغل كل اللي كانت ماسكاه بعد لما تخلص، كل اللي كانت ماسكاه هيحصل فيه ايه؟ عمل ريليس يرجع للسيستم تاني. فدي بدل ما اتنين هتبقى كام؟ أربعة أربعة أربعة، ودي ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ودي ثلاثة ثلاثة، ودي ثلاثة. شفتوا بقى؟ مجرد ان دي تقدر تشتغل، بفترض ان هي هتشتغل وتخلص، وبعد لما تخلص كل اللي كانت ماسكاه هيرجع للسيستم تاني، وبعد كده بناء على دي هاخد لفة تانية. هاخد ايه؟ لفة تانية. دلوقتي خد معايا لفة. هل دلوقتي في الحقيقة الجديدة ال P3 هتخلص؟ هتعرف تشتغل؟ لا برضو لسه، ده لسه برضه، عشان دي أربعة ودي كام؟ ثلاثة ثلاثة. طيب هل P2 هتنفع؟ اه تنفع. تنفع. وبعد لما تخلص هتعمل ايه؟ كل اللي ماسكاه هيرجع هيرجع تاني، يبقى دي تبقى كام؟ خمسة، ودي ثلاثة زي ما هي، ثلاثة، ودي ستة ستة، ودي ستة. ستة. نرجع تاني اهو، ده خلص. نرجع تاني لبي 3، هل بي 3 دلوقتي تنفع تشتغل؟ تنفع تشتغل. تنفع تخلص وهترجع الريسورسز اللي معاها. هستأذنكم، حد كويس يقول لي بعد لما ترجع الريسورسز معاها الافيلبل هيساوي مين؟ ال توتال توتال، عشان كله رجع. تعال نشوف لما ده هيرجع، دي هتبقى ستة، ده يبقى كام؟ خمسة. خمسة، ده يبقى كام؟ سبعة. سبعة، وده يبقى كام؟ ستة. أهو ستة خمسة، أهي دي هي دي، دي هي دي، ستة خمسة سبعة ستة كده. يبقى الالجوريزم ده أو الستيت ده سيف. ولما الستيت ده سيف معناها إيه؟ شفت كل اللي بعمله ده عشان حاجة واحدة بس، إيه هي؟ برافو عليك. خلي بي واحد تاخد إيه بس كده. كل الفيلم الهندي اللي أنا عمال أعمله ده عشان أشوف إذا كانت P1 تقدر تاخد ايه ولا لا. طب هو ده efficient يا دكتور؟ يعني اللي انا كل ما حد يجي request resource اقعد اعمل ال algorithm دوت، ده كده efficient؟ يعني انا مش ده question تحفة. هل ده مش اديتكت و recover هيبقى اسهل يعني؟ هل برافو عليك، هل ده efficient؟ نو no. لا no. عشان كده في الجنرال purpose systems احنا بنستخدم ايه؟ detect and recover. طب في any systems استخدم ال avoidance؟ ما ينفعش critical systems. طيب في critical systems اعمل ال avoidance ولا ال prevention؟ على حسب، اشوف هخسر في مين اكتر، يعني اشوف ده خساره بتاعت دي قد ايه وخساره بتاعت دي قد ايه، وانفذ اللي فيهم ليها اقل خساره. اوكي، هنا في حاجتين. اولا it is very inefficient زي ما عمر قال، كل شويه هرن الالجوريزم ده. ثانيا فيها جزء very pessimistic، في جزء هنا بالقيم بتاعته متشائمه في الغايه. ايه هي؟ اكشلي جزئين. ايه الجزء الاولاني؟ فيها قيم متشائمه بالغايه، maximum resources، the worst case possible scenario. حتى لو protected by if statement انا بفترض انها تتاخد دايما. كيف ده worst case scenario؟ وعلى فكره في حته ثانيه فيها تشاؤم هنا. مين يقول لي ايه الحته الثانيه فيها تشاؤم في الالجوريزم ده؟ كل البروسيسز هتطلب كل اللي هي عايزاه في نفس الوقت. بيرفكت يا باشا، ده الجزء الثاني بتاع التشاؤم في الالجوريزم ده. انا بفترض ان في كل لفه كل واحده من البروسيسز اللي موجوده عندي دي هتطلب كل المتبقي ليها. ده مش بيحصل. انا ممكن بي 3 هي محتاجه 4 سي بس، ممكن في اللفه الجايه تاخد واحده بس، واللفه اللي وراها تاخد واحده ثانيه، وبعد كده بتاخد الواحده الثانيه تخلص وترجعها ثاني. هي مش بالضروره تحتاج الاربعه كلهم في نفس الوقت وتفضل ماسكاهم لغايه لما تخلص، بس انا بأسيوم الورست كيس سيناريو عشان امنع الديدلوك ان هو يحصل. اوكي، فحتتين تشاؤم، الماكسيمم ريسورسز الاستيميشن بتاعتها دي متشائمه، والاسامبشن ان كل البروسيسز اللي موجوده عندي هتحتاج كل الحاجات المتبقيه ليها، دي برضو حاجه متشائمه. مفهوم يا شباب؟ اوكي، عايزكم بعد اذنكم تقروا بقيه الالجوريزم ده في الويكيبيديا عشان تشوف الكيس بتاع الانسيف، هقولها لك الاسبوع الجاي، بس عايزك تقراها عشان تبقى جاهز الاسبوع الجاي عشان تشوف شكلها ايه. وبعدين انا عايزك تكتب لي الكود ده اللي احنا بنقوله دلوقتي ده سيميوليتد باي لغه انت عايزها، سي شارب، بايثون، سي بلس بلس، جافا، اي دونت كير.
اوكي، وده هيبقى ال10 درجات الفضله بتاعه السبت. اجريد يا شباب؟ طيب نقدم الكود ده على الاسبوع السابع عشان عندكم فتره تكتبوه. انا قلت لكم ان هخلص بدري عشان اروح للدكتور اللي طالبني، وانا خلصت الساعه 2 وشويه، الدكتور هيشنقني، فاستاذنكم ان هقفل المحاضره دلوقتي وابعت ابلودها، ولو اي حد عنده اي سؤال I'm available، اسالوني على الواتساب اقعد اتناقش معاكم. اوكي تمام يا دكتور، شكرا. عفوا يا جماعه، عفوا، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله، سلام. مع السلامه.